رح نعرض عليك مجموعة صور ونبي كل صورة تعطي فيها رأيك بصراحة. تمام. أوكي؟ جاهزة؟ طبعا. أول صورة معانا الفنان الكابو حميد الشاعري. فنان كبير طبعا وغني عن التعريف في جميع أنحاء الوطن العربي. ولكن هو عتب صغنن هيك. اللي هو كان بودي طبعا أنا ما نتكلمش باسمي بس باسم اللي في جيلي كلهم يعني الفنانين. نتمنى إن لو هو قدم لنا دعم زي مثلا ما قدم دعم لفنانين في مصر الوطن العربي بس مش أكيد. يعني تقولي اليوم إن حميد الشاعري يدعم في الفنانين المصريين وما يدعمش في أولاد بلاده؟ هذا واقع. مش أنا بس طيب. بس هو يعني مش حيعرف أو مش حيسمع إن في فنانين ليبيين أو لو شيء. لو حد يعرف كان حاولتي تتواصلي معاه أو لا ما حاولتش. لكن شوفي لو اي حد انا انت اي انسان في العالم لو حاب ان هو يسمع او يوصل لشيء معين حيوصل له هذا سهل. بس مش معقوله مثلا في وقتنا هذا وما فيش مثلا اصوات ليبيه كان يقدر مثلا يقول هذا لو يبي يسمع كان يقدر حتى يقول ترى خلي نسمع او نشوف او من في توه في ليبيا من شباب. شن هي الرساله توه على عن طريق شاشه وعد تقوليها لكابو حميد الشاعري؟ فنان كبير طبعا وتربينا على أغانيه وشفنا النقلة اللي دارها في الفن العربي. الأغاني القصيرة أو السريعة أو المودرن بدت في جيله هو. لكن عتبنا عليك يا أستاذنا كنا أنك أنت يا ريت كنت يعني تقدم دعم للجيل هذا يعني جيلنا احنا نظلمنا هلبة بصراحة. وبس.